تنور والمرنم شرب العقيقة. أهلا وسهلا فيك بزحل تي في. حضرتك مرشح من قبل الناس لمهرجان زي إبداع، وتحديدا عن فئة أفضل إنشاد روحي. شو رأيك إنه الناس عم بيرشحوك للسنة الثانية، وشو بتقولن لمحبتهم ولدعمهم لإلك؟ أول شيء بشكر كل اللي رشحونا، و وشي هذا الشيء بخلينا على طول يعملنا مثل اندفاع اكثر لنقدم الكاليتي والشغل الحلو بهذا المجال. و انا كثير بنبسط بخصوصي انه عن الانشاد الروحي رشحوني، لانه انا من وقت ما كان عمري 12 سنه فت على الكورال، ومن وراء الكورال والانشاد الروحي اكتشفت صوتي وصرت اتطور مع الوقت ولحد ما هلا حاليا وتوصلت وعم ندير الكورال كمان وعم نقدم قد ما فيي. بسعى عندي رساله بهذا بمجال الانشاد الروحي، نسمع العالم الاشياء يعني الثقيله والموسيقيا، يعني بمجال الموسيقى ساكريه. بتشبه صوتك يمكن لانه كمان صوتك تنور وبتقدر تجيد الطبقات العاليه. نعم ايه، ف الملحنين بالمجال الموسيقى المقدسه عم نجرب قد ما بنقدر، كان انا كسولو او ككورال، عم نجرب ان نوصل للعالم الشيء الغير اللي بيسمعوه على الراديوات والاشياء الكوميرشال وهيك، بالعكس الشيء الثقيل يعني بتخليهم تنقلهم لعالم ثاني. حلو، يعني هيك بلشت تخلينا نحب انه ننتقل لعالم ثاني ولو لدقيقه او دقيقتين من الوقت. خليهم يبلشوا يتعرفوا العالم على صوتك، ومن بعدها بنخبرهم الانجازات، اهم الانجازات اللي كنت فيها. Ave Maria. Grazia plena, Maria, grazia plena, Maria, grazia بعد بتحب تضيف على انجازاتك؟ شو بتخبر الناس اكثر؟ بحب اقول انه الواحد اذا كان عنده احساس مثلا انه صوته ممكن يخدم الكنيسه، يعني الموسيقى حلوه، فكيف اذا كانت الموسيقى عم تقدم لله؟ يعني فالواحد بيكون عم بيشكر الله على الموهبه اللي عطيه اياها، في يستغل هذا الشيء للاشياء المنيحه، يعني صوته للاشياء المنيحه، وهيك هذا شيء كثير حلو. يعني زي ابداع، بدك تشتغل على التصويت؟ بدك تدعي الناس يصوتوا لك، ولا بدك تصلي لحتى الله يبعث لك الاصوات؟ اللي سمعوني، اللي بسمع بيعرفوني من قبل، نقول لهم انتم اعملوا ضميركم. وما بيعرفوني فيهم، او هلا اللي سمعوني او اشي حطيتها انا على اليوتيوب فيهم يسمعوني كمان، وان شاء الله خير. ومرسي لزحلة تي في كمان، وللي صوتوا، للي رشحونا.